الطلبة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة اليوم راح نناقش موضوع اللينير بروغرامينج أو ما يسمى بالبرمجة الخطية. طبعاً هو أحد الأساليب الرياضية اللي تستخدم كأداة مساعدة بالديسيجن ميكينج، يعني بمسألة اتخاذ القرار، واللي هي عادة يعني تصب في الموضوع العام الخاص بالأوبريشن ريسيرش أو البحوث العمليات اللي هو تابعة إلى الأوبريشن مانجمنت، إدارة العمليات. هاي طبعا يعني مثلا داخل المعامل والمصانع عندما يكون أكو إنتاج من نوع معين وهذا الإنتاج طبعا ربحي، فبالنتيجة أكو أكثر من طرق أحيانا لإنتاج فد آيتم معينة. فمن خلال مجموعة هذه الطرق يعني كل طريقة راح تكلف فد يعني كلفة معينة بمقابلها راح ينتج فد ربح معين. فمن خلال الاستعانة باللينير بروغرامينج ميثودز راح يتمكن مثلا مدير العمليات من اتخاذ او اختيار اتخاذ القرار الانسب او الطريقة الامثل اللي من خلالها يقدر يحصل اكبر ربح ويقلل التكلفة الى اقل حد. فخلال هالمحاضرة ان شاء الله راح يعني نتطرق الى اساسيات البرمجة الخطية، وراح ايضا نناقش احدى الطرق للتمثيل، التمثيل وحساب القرارات اللي راح تنتج من خلال استخدام البرمجة الخطية. بعد ما نتعرف إلى مكونات البرمجة الخطية ومكونات المعادلة، لازم نحتاج نحل المعادلات الرياضية بطريقة معينة حتى من خلالها نقدر نستنتج ما هي قيم المتغيرات اللي من خلالها راح نقدر نعرف إنه هل نحتاج نسوي كيف راح نقدر نسوي زيادة بالربح أو تنقيس بالكلفة. الآن المكونات البرمجة الخطية هي أول المتغيرات الأساسية البيسك variables اللي هي مثلا X1 X2 معادلة خطية، بعد ممكن XYZ إلى آخر يعني X1 X2 يعني مهم المتغيرات تكون خطية، معادلة خطية. عندنا دالة الهدف أو Objectives Function اللي هي يا أما تكون الهدف من المعادلة أنه أنا أسوي maximization للprofit، أسوي زيادة بالأرباح، أو الهدف من عندها يكون minimization of the costs، تقليل تكاليف الإنتاج اللي بالنتيجة راح يؤدي إلى تعظيم الربح. أكو عندنا الconstraints اللي هي المحددات أو القيود اللي تقيد المعادلات، يا أما تكون مثلاً المعادلة الخطية أصغر أو يساوي أو أكبر أو يساوي أو تساوي. وأيضا عندنا المكون الرابع اللي هو العلاقة بالنون نيجاتيفيتي اللي هو شرط عدم السلبية، أن تكون المتغيرات الأساسية الناتج مالتها غير سالب أو أكبر أو يساوي صفر. الأهداف قلنا مثل ما ذكرنا قبل شوي، أهداف نماذج البرمجة الخطية هو إيجاد أكبر ربح إذا كان الربح هو دالة الهدف بالمعادلة الخاصة بدالة الهدف يعني maximization، وإيجاد أقل كلفة إذا كانت الكلفة هي دالة الهدف اللي هي نقصد بها minimization. فلأجل صياغة linear programming formulation، صياغة البرمجة الخطية، راح يعني نأخذ هذا المثال حتى نعرف كيف نصيغ معادلات البرمجة الخطية. فصياغة الآن نبدأ أولاً بالحالة الأولى اللي هو صياغة المشكلات، مشكلة البرمجة العملية في حال تعظيم الأرباح، يعني إحنا maximization. فالمثال رقم 1، ضع المشكلة الآتية بشكل صياغة نموذج رياضي يمكن حله بنموذج البرمجة الخطية. فالمشكلة كالآتي، مصنع للمشروبات الغازية يصنع نوعين من المشروبات بحيث أن المشروب الأول يستهلك 4 ساعات تشغيل في قسم التصنيع و5 ساعات في قسم التغليف. أوكي، يعني هسه معمل للمشروبات الغازية يصنع نوعين، خلينا نقول بيبسي وسينالكو. أوكي، المشروب الأول خلينا نفرض البيبسي يحتاج 4 ساعات تشغيل بقسم التصنيع، أوكي، و5 ساعات بقسم التغليف، يعني 4 ساعات
بقسم التشغيل وخمس ساعات بقسم التغليف. الثاني اللي هو سينالكو خلنا نفرض يستهلك خمس ساعات في قسم التصنيع وثلاث ساعات في قسم التغليف، بحيث الآن الأول يحقق ربح 25 دولار والثاني يحقق ربح 35 دولار، علما أن العمال يعملون في المصنع بواقع 8 ساعات يوميا، هاي فترة الدوام مات العمال بالمعمل في قسم التصنيع، يعني 8 ساعات يشتغلون يوميا في قسم التصنيع و15 ساعة في قسم التغليف على الأكثر. أوكي، على الأكثر. فهسه من منطوق هذا المثال احنا نريد نبدي يعني نصيغ المعادلة مات البرمجة الخطية. فهسه من هذا الجدول نلاحظ، فالآن يعني نقدر احنا نخلق هذا الجدول. هذا الجدول طبعا الطالب يقدر يستنتجه من منطوق المثال، انه انا عندي هسه مصنع المشروبات الغازية يصنع نوعين من المشروبات، فعندي نوعين اللي هو الأكس واحد والأكس اثنين. أوكي، هاي نوعين من المشروبات. فيما يتعلق بقسم التصنيع اللي هو هنا عندنا السبجكتس، فعندي أنه بالنسبة للنوع الأول من المشروبات إنه يستغرق أو يحتاج 4 ساعات تشغيل، بينما في قسم التصنيع، بينما النوع الثاني يحتاج 5 ساعات في قسم التشغيل. أوكي، مثل ما واضح عندنا هنا، عندنا المشروب الأول يستهلك 4 ساعات في ساعات تشغيل في قسم التصنيع وخمس ساعات في قسم التغليب، والثاني 5 ساعات في قسم التصنيع، فعندنا النوع الثاني يحتاج 5 ساعات. الآن اللي هو المحددات اللي هي subjects هنا عندنا، عفوا constraints، فالconstraints هنا هي عندنا أنه في حالة النوع الأول عندنا هاي الحالة اللي هي خاصة بقسم التصنيع، هنا شنو نقول؟ يقول علما أن العمال يعملون في المصنع بواقع 8 ساعات يوميا في قسم التصنيع و15 ساعة في قسم التغليف على الأكثر. على الأكثر يعني معناتها أنه في قسم التصنيع لازم ما يتجاوز عدد ساعات العمل عن 8 ساعات، يعني شنو هنا هي أصغر أو تساوي 8 ساعات عمل في قسم التصنيع. وبالنسبة لقسم التغليف، فالنوع الأول من المشروب يحتاج 5 ساعات بقسم التغليف والثاني 3 ساعات بقسم التغليف، وعلى الأكثر 15 ساعة لازم يشتغلوا. معناتها إحنا مجموع الساعات بهذا القسم باليوم الواحد لا يتجاوز 15 ساعة، يعني أصغر أو يساوي 15. بالنسبة للأرباح، فعندنا الأكس واحد ربحه 25، النوع الثاني من المشروبات أكس تو اللي هو 35. طبعا هنا احنا عندنا الدالة اللي هي دالة زد، فاحنا احنا بما انه أرباح فإذا دالة الهدف راح تكون هي دالة ماكسمايزيشن، بما انه أرباح فهي دالة ماكسمايزيشن. مثل ما ذكرنا هنا الأرباح تعظم والتكاليف تقلل، فعد ما يكون هي نذكر هنا أرباح فمعناتها هي لازم دالة الهدف راح تكون زيادة بالأرباح. فالماكسيمم زد اللي هو مقدار أعظم ربح يساوي لي شنو؟ 25 في أكس واحد زائدا 35 في الأكس 2. فالآن احنا من نجي نحل اللي هو المطلوب عندنا التمثيل الرياضي للنموذج البرمجة الخطية، فالمطلوب صيغ المشكلة الآتية بنموذج رياضي تعظيم الأرباح. الحل طبعا نفرض أن النوع الأول X1 والنوع الثاني X2، ونقدر نستنتج هذا الجدول بناء على المعلومات. والآن نبدي نخلق هذا، فدالة الهدف اللي هي تعتمد على البقية المتغيرات الخاصة هنا سواء maximization أو minimization، فدالة الهدف هي ماكسيمم زت أعظم ربح يساوي لنا 25 في أكس واحد زائدا 35 في الأكس تو. بالنسبة للسبجكتس اللي هي هنا فتكون عندنا هنا المحددات أصلا المذكورة بالمثال، فكو عندنا محددات اثنين، إنه المحدد الأول إنه هو 4 في أكس واحد زائدا 5 في أكس اثنين هو أقل أو يساوي 8.
يعني هاي الخاص بأوقات العمل في قسم التصنيع. وبالنسبة للكونسترينت الثاني اللي هو عندنا القيود القيد الثاني الخاص بقسم التغليف، فخمسة في اكس واحد زائدا ثلاثة في اكس اثنين أصغر أو يساوي 15، فهذا القيد الثاني. فعندنا دالة الهدف وهاي القيود مالتها. وهنا عندنا بالنسبة ل كنا مثل ما ذكرنا هنا الشرط عدم السلبية، فعدم السلبية عندنا هنا الأكس واحد المفروض أكبر أو يساوي صفر، والأكس اثنين هو أكبر أو يساوي صفر. الآن صار عندنا التمثيل واضح الرياضي بالنسبة للمعادلة الخاصة بتعظيم الأرباح الخاصة بهذا المثال. فعندنا دالة الهدف تستنتج من منطوق السؤال إنه إحنا عندنا أرباح فريد نسوي أكيد زيادة بالأرباح. أوكي، المعادلة طبعا بعد إنه نقدر نخلق هذا الجدول اللي من خلاله نقدر نستنتج المعادلة مع دالة الهدف وبقية القيود. فعندنا هنا الأرباح واضحة، فبسهولة حاصل ضربها بالمتغيرات تطلع عندنا دالة الهدف. وبالنسبة للمحددات عندنا أكو اثنين محددات في هذا المثال. المحدد الأول اللي هو 4 في X1 زائد 5 في X2 اللي هو هذا، اللي هو المفروض هنا بحالتنا لين على الأكثر فمعناتها أصغر أو يساوي 8، لو على الأقل لازم يصير أكبر أو يساوي 8. ونفس الشيء بالنسبة للتغليف، وعدنا هنا شرط عدم السلبية أنه المتغير X1 والثاني X2 هو لازم يكون أكبر أو يساوي 0. بالنسبة للمثال الثاني، فالمطلوب هنا صياغة المشكلة البرمجية البرمجة العملية في حالة تقليل التكاليف. هنا كانت عندنا دالة الهدف هي زيادة الأرباح، هنا تقليل تكاليف minimization. فالمثال يقول تقوم إحدى الشركات بإنتاج أنواع مختلفة من الأسمدة الزراعية، فإذا وردت إلى الشركة طلبية للحصول على 24,000 كيلوغرام من أسمدة معينة، ويتكون هذا النوع من الأسمدة اللي طلبوه من عندها من ثلاث مركبات اللي هي مركب A و B و C، والمواصفات المطلوبة لذلك السماد المطلوب من عندهم كما وردت في الطلبية مبينة كما يلي: أولاً يجب أن يكون السماد على الأقل 6,000 كيلوغرام من المركب B، يعني السماد المطلوب لازم يحتوي على الأقل 6,000 كيلوغرام من المركب B. الشرط الثاني أن يحتوي السماد على الأكثر 8,000 كيلوغرام من المركب A، ويجب أن يحتوي السماد على الأقل 4,000 كيلوغرام من المركب C. هاي طبعا المحددات اللي عندنا احنا. وإذا علمت أن كلفة الكيلوغرام الواحد من المركب A يساوي 4 دولار، وأن كلفة الكيلوغرام الواحد من المركب B هي 6 دولار، وأن كلفة الكيلوغرام الواحد من المركب C تساوي 8 دولار، المطلوب صياغة البرمجة الخطية والذي يعطي أقل تكاليف. الآن حتى نصيغ المشكلة، احنا اللي افتهمناها هسه من المطلوب أنه هو أعطاء أو تحصيل أقل التكاليف، معناتها هنا دالة الهدف راح تكون minimization of Z. فminimum Z اللي هو أقل تكلفة شي يساوي لي، المفروض شي يساوي لي هنا من المعادلة عليه هسه. الآن راح تكون من السهل أنه يعني نمثل المعادلات الرياضية. احنا مما ذكرنا هنا أكو عندنا الكونسترينز، هسه من نجي احنا نشيك الكونسترينز المحددات الخاصة بهذه الحالة أو هذا المثال، أنه أنا أولاً عندي السؤال شي يقول وردت إلى الشركة طلبية للحصول على 24,000 كيلوغرام من أسمدة معينة، ويتكون هذا النوع من A و B و C. إذن المحدد الأول هو أنه المفروض A زائداً B زائداً C يساوينا 24,000، هذا المحدد الأول، هذا constraint الأول. المحدد الثاني اللي عندي انه بي يجب ان يحتوي السماد على الاقل 6,000 كيلوغرام من بي، يعني شنو معناتها؟ البي لازم اكبر او يساوي 6,000 على الاقل، معناتها اقل شيء 6,000، فاقل او يساوي اكبر او يساوي. بالنسبه للبي على الاكثر 8,000، بالنسبه للعفو الاي على الاكثر 8,000، فالاي اذا هي اصغر او تساوي 8,000. بالنسبة للسي هي على الأقل 4,000، فبالنسبة للسي راح تكون أكبر أو يساوي 4,000.
طبعا هنا شرط عدم السلبية أنه المفروض الـ A والـ B والـ C كمتغيرات هي تكون أكبر من صفر. الآن بالنسبة لدالة الهدف احنا نريد minimization of the cost، فمعناتها لازم بناء على الكلف اللي ذكرت عندنا بالمثال أنه 4 دولار في الـ A زائدا 6 دولار في الـ B زائدا 8 دولار في الـ C، هذين كلهم مركبات، احنا لازم بطريقة ما نوجد أنه كيف نتلاعب بهاي الكميات بحيث أنه ما نخرج عن المحددات اللي احنا محددين بيها، وبنفس الوقت نضمن تحصيل أقل كلفة. فهنا راح تكون هي دالة الهدف بهذه الصيغة، وعملية طريقة الحل مالتها طبعا إن شاء الله بالجزء الثاني من المحاضرة راح نطرق إلى واحدة من الطرق الخاصة بكيفية حل معادلات البرمجة الخطية. بالنسبة للمثال الثالث، مصنع للمواد الكيميائية ينتج خليط بوزن 1500 طن، بحيث يحتوي هذا الخليط على 3 مركبات بمواصفات وشروط محددة، وهي يجب أن يحتوي الخليط على الأكثر 600 طن من المركب الأول. فهذا عندنا إحنا هسه المحدد رقم 1 إنه إحنا مصنع للمواد الكيميائية ينتج خليط بوزن 1500 طن يحتوي هذا الخليط على 3 مركبات، معناتها هذه الثلاث مركبات إذا رمزنا لهن بـ X1 و X2 و X3 فحاصل جمعهن المفروض يكون 1500 حسب المحدد الواضح عندنا بالمثال. المحدد الثاني أنه يجب أن يحتوي الخليط على الأكثر 600 طن من المركب الأول، فإحنا رمزنا الـ X1 هو المركب الأول، فـ X1 هو المفروض أقل أو يساوي 600 لأن على الأكثر 600، المركب الثاني على الأقل 700 معناتها X2 يكون أكبر أو يساوي 700. بالنسبة للمركب الثالث على الأقل 500 فمعناتها X3 أكبر أو يساوي 500، وشرط عدم السلبية أنه هذه المركبات قيمتها ما تكون صفر حسب، لأن عندنا أكو شروط واضحة هنا تمنع أن يصير هذا الشيء. فلذلك هنا احنا فاذا علمت ان تكلفة الطن الواحد من المركب الاول هو 150 دولار، والمركب الثاني 250 دولار، والمركب الثالث 350 دولار، المطلوب صياغة البرمجة الخطية والذي يعطي اقل تكاليف. فنفس المثال الثاني هنا المفروض عندنا minimization، فminimization of z اللي هي اقل كلفة تساوي لنا من المعادلة التالية نقدر نستحصلها، اللي هو 150 في المركب الأول زائد 250 بالمركب الثاني زائد 350 بالمركب الثالث. فمن خلال هذه المتغيرات احنا نقدر نستنتج القيم الخاصة بالـ X1 و X2 و X3، بعدها من نقدر نعوضها هنا حتى نقدر نطلع أقل كلفة. فالخطوات الأساسية المتبعة عند صياغة البرمجة الخطية هي كالآتي: أولاً عند ذكر كلمة مركبات أساسية فهذه هي المتغيرات الأساسية اللي هي X1 X2 إلى آخره، ممكن X ممكن Y. عند ذكر كلمة أرباح يكون الربح هو دالة الهدف بهدف أكبر ربح، يعني maximization of profit. ثالثاً عند ذكر كلمة تكلفة تكون الكلفة هي دالة الهدف بهدف أقل من أقل تكلفة ممكن، يعني إيجاد أقل تكلفة ممكنة. عند ذكر أقسام العمل أو مراحل الإنتاج أو خطوات العمل فهي تمثل القيود، كل منها قيد على حدة. عند ذكر كلمة على الأكثر تكون إشارة المتباينة في القيد أقل من أو يساوي. عند ذكر كلمة على الأقل تكون إشارة المتباينة في القيد أكبر من أو يساوي. عند ذكر كلمة بالضبط أو تماماً تحتوي فقط تكون إشارة القيد يساوي. إذا كان عدد المتغيرات فقط 2 تحل بالطريقة البيانية، أما إذا كان أكثر من متغيرين أساسيين تحل بطريقة السيمبلكس. إحنا راح إن شاء الله نتطرق بهذه المحاضرة إلى طريقة الحل بالطريقة البيانية.